كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كنتواجدوا في الباركينغ اللي بغارت مسجد السعودي. كيف ما كتشاهدوا هنايا واحد الرموك كنشارجيوها حاليا دابا في هذا الوقت كتتم العمليه ديال اننا كنشارجيو الشاحنه المتوجهه لاقليم الحوز لفائده المتضررين الاخوان ديالنا المتضررين من الزلزال المفاجئه اللي صابت المغرب. فكيف ما كتلاحظوا الحاجات اللي كنشارجوها في الرموك مواد غذائيه الاغطيه الألبسة الماء الأدوية يعني المساعدة أي مساعدة كيف ما كانت راه كنتلقاوها هنا. وهذه المبادرة جات انطلاقا من حس التضامن اللي الحمد لله كيعرفوا المغرب في أي فاجعة في أي حاجة إلا صابت المغرب راه كتصيبنا كاملين بينا. فكيف ما لاحظتوا هذه الأيام الحمد لله هذه النقطة المضيئة اللي كيمتاز بها المغرب وكيمتاز بها الشعب المغربي. فسبقونا مبادرة هاد الأيام بداو يعني من السبت الحاد سبقونا شاحنات آخرين ديجا كاينين شاحنات شبروا الطريق كاينين اليوم بالليل يشبروا الطريق كاين مازال غدا مازال بعده. فالنداء اللي كنوجه للمواطنين خصوصا هنا في مدينة طنجة هو أنهم يلبوا هذا النداء يلبوا هذه المبادرة اللي طلقوها الفاعلين الجمعويين وماشي الفاعلين الجمعويين اللي خدامين باش نكونوا واقعيين راه أي مواطن عادي راه عنده ديك الحس ديال الغيرة أنه يعمل شي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونس السيدي المنسق العام ديال الأعمال الخيرية بجمعية بلدية التضامن والتعاون بمدينة طنجة. جينا اليوم لهاد الساحه هادي اللي قبلت الجامعه ديال السعودي في كاسابلانكا راطا بالتنسيق مع مجموعه ديال الجمعيات الشبابيه بمدينه طنجه تلبيه النداء ديال الوطن وتلبيه النداء ديال سيدنا الله ينصرو باش نتضامنوا ونتازروا مع الضحايا ديال الفاجعه اللي وقعت في اقليم مراكش واقليم الحاوز وشيشاوه. في هذا المنبر هذا كنشدوا جميع المحسنين والمحسنات كيف ما كنعرفوا على طنجاوه انهم يتعاونوا مع هذه القافله هذه اللي غتخرج اليوم ان شاء الله تعالى ندوار باقليم تارودانت. باقي على نقص كبير بزاف في المواد العائليه ديال الحليب اللي ناقصنا بزاف وكذلك الاوائل المنزليه. كذلك اشكر بالك من هذا المنبر رجال السلطه اللي واقفين معنا وقيم بالمهام ديالهم. وكذلك ادعو ساكنات مقاطعه سواني اللي جينا احنا في المقاطعه ديالهم عملنا هذه المبادره هذه ان شاء الله ما يبخلوش علينا. وكذلك التجار ديال كاسابلانكا جينا قرابين ليهم حتى هما ما يبخلوش علينا باش نسحوا هذه القافله التضامن ان شاء الله تعالى اللي غتوجه اليوم الى اقليم تارودانت.